ما بقى في إلك روح على الجامعة. أنا ما قلت لك تروحي على البيت؟ قلت لك ما في روح على الجامعة. شو ما عم تسمعي؟ أنت أمتى رح تسمعي الكلام؟ كيف هيك بتسترجي تعصي أوامري ها؟ شو؟ فيك تضربني مرة تانية إذا بدك، بس بتمنى تسمعني منيح شو بدي أحكي. أنا دايماً بحاول أتفهم شو بدك، ودائماً بسمع حكيك، بس قلي ليش أنت ولا مرة بحياتك حاولت أنك تفهمني؟ شو الشي اللي بيربطنا؟ أنت ولا مرة اهتميت بالشغلات اللي بتفرحني، وأنت كمان بتعصب علي حتى لما بكون زعلانة. مشان هيك أنا قررت إنه راح لكان. على فكرة أنت وحدة بلا إحساس، لكان وساتش عم يدوروا عليكي مشان يقتلوكي يا بنديا. بريم عطاكي فرصة لحتى نهرب، بس نحنا لساتنا ببيجو سراي بسببك. لك فهميني انت شو بدك. اسكت بقى وقلي هلأ. مو هذا هو اللي انت كنت عم تحكي لي عنه؟ لك شو حكيت انا؟ مع مين كنت عم بحكي؟ شو عم تخططي؟ قولي لي. لك اسكت بقى، حاجة تلعي وتخبص بالحكي عم تفهم؟ اطلع علي اللي اذا هذا هو ولا لا اللي كنت عم تحكي لي عنه. يلا لشوف اللي. ايه صح، هذا هو تشونا يا داف. انت ما بتعرفي انه مره ابوه رفع صوته على فولان ثاكور، عم فولان ثاكور قتله وخلص عليه وما قدر يعمل له جنازه محترمه، بس هو لحد هذا اليوم ما قدر ينسى اللي صار، ولساته النار شعله جواته وهو هلا بده ينتقم. انت متحملي كل هالمعامله السيئه اللي عم بيعاملك اياها وما حكيتي شيء ولا حتى اشتكيتي، بس لأنه أنا قررت مين بدك تتجوزي؟ تحملت؟